السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الخامس العلمي، أهلا وسهلا بكم في أسئلة مادة اللغة العربية امتحان نهاية السنة 2023. عندنا القواعد، السؤال أول فرع ألف، هات ثلاثة أمثلة لبدل بعض من كل بحيث يكون مرة مرفوعا ومرة منصوبا ومرة مجروعا. ثانيا، مثل بجمل مفيدة بحسب المطلوب. أولا، نعت حقيقي مرفوع. اثنين، نعت سببي مجرور. سؤال أول فرع باء، بين نوع الأفعال في الجمل التالية من حيث الإتمام والنقصان. قال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح. ثانيا، عسى أن يشفى المريض. ثلاثة، أنشأ المهندس يرسم تصميما. أربعة، أخذ المفطوم حقه. خمسة، أخذ الطالب يقرأ. السؤال الأول فرع جيم، بين ما حذف من المبتدأ والخبر ذاكرا السبب فيما يأتي ولثلاث فقط. أولا، نعم الخلق الوفاء. ثانيا، لولا الهواء لماتت الأحياء. ثلاثة، تالله لأبرأن والدي. أربعة، اجتنب اللئيم الداني. خمسة، بئس الطالب الكسول. السؤال الثاني فرع ألف، اعرف ما تحته خط من الجمل التالية. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خيرا، مررت بالمحترم الصادق. هذا رجل مجتهد ابنه. هذا رجل مجتهد. كان المدرس أب. كأن المدرس أب. كأن المدرس. السؤال الثاني فرع باء، أتم الجمل التالية بوضع خبر مناسب لأربعة فقط. عسى الجو فراغ. اثنين، يكاد الظلم فراغ. ثلاثة، شرع المتسابق فراغ. أربعة، بدأ المعلمون فراغ. الأدب والنصوص، اذكر معاني الكلمات التالية ثم ردها إلى أبياتها الشعرية لأربعة فقط. أولا، الريان. اثنين، الأديم. ثلاثة، زهيد. أربعة، انقشعت. خمسة، الوجد. السؤال الثالث فرع باء، ما الأغراض الشعرية الجديدة التي ظهرت في العصر العباسي مع التعريف؟ السؤال الرابع، الإجابة عن فرعين فقط. ألف، ما أنواع الخطف في العصر الأموي وما سبب ازدهارها؟ فرع باء، من هو جميل بثينة ولماذا لقب بهذا اللقب؟ أكمل قوله، من أفنت عمري في انتظار نوالها، إلى وقد ندرك الحاجات وهي بعيد. جيم، عدد أنواع الغزل ثم عرف أحدهما ثم اذكر شاعرا لكل نوع منهما. الإنشاء والتعبير. السؤال الخامس، اكتب في أحد المواضعين: قال الشاعر: بسطت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. الأهداف السامية لا تنال إلا بالصبر عليها. قال الشاعر: لله في وطن يكابر واقفا ويسير مبتسما برغم بلائه. الوطن هو الولاد الآمن لأبنائه. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم.